لا لا اشرب براحتك يا باشا. كنت لسه باخد البق بق الوداع بق الوداع يا عالم. طيب تعالوا نبتدي بقى طبعا زي ما بنعمل كل يوم مع حضراتكم نبتدي دايما باخبار النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله هينضم سداسي الاهلي محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد هاني، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، حمدي فتحي، هينضموا هم السته لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهه منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، طبعا ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه في الكاميرون. وطبعا دي اول المباريات اللي هياخدها منتخب مصر بعد انتشار فيروس كورونا، وباذن الله يكون المنتخب يعني موفق في المباراتين، خصوصا وان احنا محتاجين الفوز عشان نرفع رصيد النقاط بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر. خلينا برضو نقول ان دايما مجلس الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيحرص على تنفيذ كافه الملفات ده بالتوازي وليس بالتوالي، يعني بجانب الرياضه هتلاقي زي انشاءات، هتلاقي مشاريع تنمويه اخرى استثماريه، كمان العديد من الملفات. امبارح بقى خليني اقول لحضراتكم استقبل الكابتن محمود الخطيب وفد من وزاره التضامن الاجتماعي، وده في اطار الاختيار الرسمي لمجلس امناء الاهلي للتنميه المجتمعيه بتصديق وزاره التضامن الاجتماعي على اشهار بقى مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه. بيذكر ان مجلس الامناء بيضم طبعا كابتن محمود الخطيب رئيسا لمجلس الاداره، دكتور محمود بجميد رئيس نائب رئيس مجلس الامناء، وطارق انديل امين للصندوق، والاعضاء محمد الجرحي، عبد الهادي القصبي، انيسه حسونه، عبد الوهاب توفيق، محمد الهواري، طارق ثابت، وخالد مدين، وهشام جمال.